اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا لقاءات وحوارات خاصة بالحديث عن قطاع الاستثمار. معنا اليوم السيد سامر زارو. اهلا وسهلا بك. اهلا فيك. هلا. يعني بداية سيد سامر زارو، حدثنا عن نفسك، من السيد سامر زارو؟ انا بشتغل بخط جهازات العيس، الاجهزة اللي صار النوم البيجامات، بشتغل جملي ومفرغ. نعم. استورد من اسطنبول من الصين. جميل. وببيع بعمان، عندي محلات اكثر من مكان هون داخل عمان. نعم. بالاتجاه كمان للجمله. يعني سيد سامر، حضرتك يعني صغير بالعمر والان المدير العام وصاحب هش جروب، يعني وهو اسم يحظى بسمعه طيبه، يعني حدثنا عن بدايات انشاء هش جروب. بدايات انشائي كنت فقط اشتغل بالجمله. نعم. ما كان عندي بتاتا شيء مفرغ. فالحمد لله، الحمد لله، من الجملة فتحت أول محل كان في جبل الحسين في ماكسيم مول. نعم. بفضل الله توفقت بهذا المحل. في أكيد تواجه صعوبات بداية. أكيد، يعني سنتحدث عن الصعوبات، لكن الآن حدثنا عن بدايات هذه. بفضل الله بدايته كانت في مكتب جملة، من ثم محل في جبل الحسين. نعم. في ماكسيم مول. بفضل الله بالتوفيق في هذا المحل بماكسيم مول، أخذت محل مختار مول دوال المدينة. نعم. والحمد لله، بفضل الله كمان توفيق من الله، الحمد لله. من بعد أخذنا بحلويات النجمة مقابل حلويات النجمة بطبقه، ومن بعدها بالهاشمي لازمي المول. يعني سيد سامر، حدثنا عن أبرز ما يميز هش جروب، يعني كونك افتتحت محل ثم انتقلت لافتتاح عدة أفرع لهذا المحل، يعني بالتأكيد هناك ما يميز هذه المجموعة، حدثنا. طبعا بتميز يعني بالاصناف يعني ممتازه، فيري كواليتي. بحب اختار قطعتي مش زي اي قطعه بالسوق، بحب اتميز بالقطعه، بحب اجيب القطعه اللي تناسب بالمواطن، تناسب الشعب، بتكون نفس الليفل اللي احنا عايشين فيه. تشوف الصعوبات الواحد قوت يومه والى اخره، يعني في واحد عنده التزامات شوي بتلاقيها صعبه. صحيح. عندنا هون فلا، بالحمد لله بنافس في هذا الموضوع، نجحت في هذا الموضوع فضل الله، اني جبت القطعه اللي بتناسب المواطن. نعم. وبسعر ممتاز، يعني مقبول نوعا ما. نعم. انه مش يعني، وقطعه جيده يعني حتى يكون بمتناول الجميع ويستطيع. نعم. الجميع. نعم. نعم. يعني سيد سامر، بالتأكيد كل مشروع يعاني من مشاكله الخاصة. طبعا. يعني فما بالك مشروع ناجح ما شاء الله، يعني هش جروب مشروع ناجح ويحظى بسمعة طيبة، يعني حدثنا عن أبرز المعوقات التي واجهتك سواء كان في بداية إنشاء هذا المشروع أم إلى الآن. هلا المعوقات أكيد طبعا، يعني باستغرادي كنت كثير أواجه معوقات، بالذات بإجمالا بتأخير بضائع. نعم. كان في عنده صعوبة لا توصل، يعني من ايام تاخير بجمرك عمان، يعني ايام كانت بضاعتي بجمرك عمان تتعدى الاسبوع 10 ايام الا عبين ما اخذ وقت من عندهم يشوفوا لي بضاعه يعينوا عليها. نعم. يخلصوا لي اياها. التاخير كان من موظفين للاسف طبعا من داخل جمرك عمان، اصناف تخمينها خاطئ، تتخمن خاطئ، يعني ممكن انا بسعر اعلى. طبعا بسعر. نعم. اعلى، يعني انا اجيب بيجامه صينيه او بيجامه مثلا تركيه كواليتي كليا مختلف، تلاقي التخمين بنفس الاسعار. نعم. فللاسف يكون جهل من نفس الموظف اللي داخل جمرك عمان. طب يعني ما الاجراءات التي تتخذها في هذا، يعني في هذه الاحوال، كونك يعني يعني تاخذ جمارك اعلى من سعر؟ طبعا. يعني ما الاجراءات التي تتخذها؟ يعني الاجراءات تكون في، يعني اجمالا بنفس مواطن اللي بجمرك عمان يكون في عنده وضوح اكثر بالسلعه اللي بين ايديه، يعني. نعم. يعرف شو موضوعها، يتاكد شو التوب كواليتي، شو امورها، شو خاماتها، شو السعر اللي بناسبه. نعم. يعني هذا الشيء كله بيعكس على موضوع، يعني انا شو بدي ابيعها داخل محلاتي. نعم. فانا باجمالا يعني انا بجيب القطعه الصينيه غير بسعرها اكيد عن القطعه التركيه. بالتاكيد. باجمالا عشان تناسب يعني اغلبيه يعني مثلا الليفل المواطن المتوسطه. صحيح. صحيح. فهذا الشيء انا بخليني اضطر ان تكون القطعه غاليه واصله للمحل وبتنباع للمواطن غير بسعرها المناسب. نعم. يعني برأيك ما الحل لمشكلة كهذه المشكلة؟ تخفيض الجمارك. نعم. للسلع بغض النظر، مو بس سلعتي، يعني مش بس انه. نعم بشكل عام. المعين بشكل عام لازم انه يعني الجمارك تخفض شوي بالنسبة لجمارك السلعة. رائع. يعني سيد سامر، لو كان لك صوت سيتم ايصاله لاصحاب القرار الفعلي بما يخص قطاع عملك، ما الصوت الذي تتمنى ايصاله؟ هلا بتمنى انه يعني صدقا، مش انا كمان اعطيتك مواجهتي بجمرك عمان صدقا، حتى بالاجراءات والله صعبه، يعني اجمالا بالمحلات
جدا اجراتها صعبه. نعم. فانا يعني انا اذا بدي اقدم رساله او اذا في مشكله ممكن مش بس انا بعاني فيها، يعني بكل القطاعات بتعاني فيها، هي اجمال الجمك العالي للسلعة وبالنسبه لاجراءات المحلات. نعم. جدا كمان يعني عم بطلب بصدقا اجراءات يعني ما يعني نفس نحط الليفل الايجار المحل على دخل المحل مع مصروف المحل على موظفه، لا ما بكون نفس الليفل. نعم. فبتلاقي بتضطر انه بتلاقي مشروعك شوي شوي اذا ما كنت يعني من كل جوانبه دارسه اكيد حيخسر. نعم. يعني سيد سامر، ما الرؤية المستقبلية لهش جروب بالتأكيد متمثل بحضرتك وايضا بالقائمين عليه؟ هلا ان شاء الله ما الواحد بحب يضل الليفل طبعا، ان شاء الله لافواع جديده، ان شاء الله لبديات كمان جديده لبلاد ثانيه. هلا ان شاء الله باذن الله اذا بفضل الله حاب افتح باكثر من بلد مو بس بالاردن هون. نعم. فطبعا هذا يعني حضرتك تحظى بسمعه طيبه سواء كان على الصعيد الشخصي ام على صعيد هش جروب، يعني نتمنى لك ادنى ما يمكن ان تحققه هو افتتاح مشاريع اخرى يعني خارج البلد. في نهايه هذا اللقاء يعني اود ان توجه كلمه لجلاله سيدنا يعني الحديث عن الاستثمار داخل البلد. الله يديم اول شيء سيدنا فوق راسنا، وصدقا يعني من كل قلبي وكل قلب مواطن أودني هون، ما تخافي على وطن جايته سيدنا. رائع رائع، يعني أنا أحييك على هذا الكلام الرائع. شكرا لك لكونك ضيف شرف معنا في هذه الحلقات المهداة لجلالة سيدنا للحديث عن الاستثمار وأهم مشاكل الاستثمار، وشكرا لك لاستقبالك لي ولكادر العمل ودعمك للإعلام الأردني لإيصال أصواتكم. نتمنى أن تدع كادر العمل بأخذ جولة داخل هش جروب. طبعا بشكركم، طبعا بشكر ما شاء الله قناتكم وبرنامجكم، ما شاء الله عنكم جهودكم جبارة، والله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.